هذا البرنامج قا إمفتاح مجلس فاوني كيت قروان الشيخ عبد الرحيم محمد دويدر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا وعلى الله فليتوكل
نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم
لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم صدق الله.